إلى من يعتبرون السفر تضييعاً للوقت والمال والجهد، أقول لكم لماذا نسافر؟ نسافر أولاً لنترك أنفسنا للضياع، ونسافر بعدها لنجدها. نسافر لنفتح قلوبنا وأعيننا ولنتعلم عن العالم أكثر مما نقرأ في الجرائد ونشاهد في نشرات الأخبار. نسافر لنترك مسلماتنا خلفنا في البيوت، لنرى العالم من منظور جديد، منظور مجرد من كل الأحكام المسبقة. عندما نسافر، الأهم من النظر للأماكن الجديدة أن ننظر بعيون جديدة. نسافر لكي نهدم الأصنام التي بنيناها في ذواتنا. سنتعلم أن الأشياء التي نعتبرها عالمية هي في الحقيقة مؤقتة ومحدودة. السفر يساعدنا لنرى أماكن وقيم بالعادة نتجاهلها، لكن إذا تعمقنا أكثر نجد أن الأهم من الأماكن الجغرافية هي تلك الأماكن الوجدانية التي نسافر لها. فكما قال شمس التبريزي: الأهم من سفر المكان سفر الوجدان الذي بداخلك. فما نفع تبديل الأماكن وأنت أنت؟ لهذا بالسفر نحن في الحقيقة ومن دون خيار نزور أماكن وحالات ذهنية مخبأة في عقولنا بدأت تصدأ. نسافر بحثا عن خصوصيتنا، عن أنحاء هذا الكوكب التي لا يستطيع الناس الحكم علينا فيها، حيث نتحرر من كل القيود التي فرضت علينا قبلا لنكون فقط نحن. بالتأكيد هناك مخاطر لذلك كجميع أنواع الحرية، لكن المهم هو أن نشعر وكأننا ولدنا من جديد، أن نحيط أنفسنا كما في طفولتنا بما لا نفهم، وحيث تصبح اللغة كما يستخدمها الأطفال ليست أداة للتعبير عن النفس، وإنما مجرد محاولات ليكون ما نقوله ذا معنى لمن أمامنا. نسافر لنقع في الحب، إذ أن الفارق بين وقوعنا في الحب والسفر أن إحداهما علاقة بإنسان والأخرى بتجربة. كل رحلة لبلد غريب من الممكن أن تكون علاقة حب، حيث تتوقف لتتساءل من أنت ومع من وقعت في الحب. كل الرحلات الجميلة مثل الحب تشوش ذاتك وتتركك في مكان بين الخوف والدهشة. نسافر لنستعيد الأمل الذي فقدناه، الأمل بالإنسان بعد أن فرقتنا السياسات والحكومات ووسائل الإعلام. نسافر لنكون أقرب من الشعوب، أقرب من الحقيقة، أقرب للسعادة، أقرب لنا نحن.